السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو أعزائنا الطلاب الكرام سنكمل ما بدأناه حول موضوع استخدام التكامل الثنائي مع الأحداثيات القطبية، أو استخدام الأحداثيات القطبية البولر كوردينيتس في التكامل الثنائي. في الفيديوهات السابقة الثلاثة حول موضوع البولر كوردينيتس أخذنا كيفية أنه تطبيق لماذا نستخدم البولر كوردينيتس وتكلمنا عنه بشكل واسع، وأيضا في الفيديو الأخير قبل هذا المقطع أيضا كان شرح حول كيفية إيجاد حدود التكامل باستخدام البولر كوردينيتس، كيف توجد الآر حدود الآر وكيف توجد حدود الثيتا، وأيضا كيفية تحويل الإكس والواي ودي أي معامل التكامل بدلالة آر وثيتا. أما الآن سنأخذ بعض الأشكال المهمة اللي ممكن أنه نستخدمها في البولر كوردينيتس. خلينا نجي نصور الأشكال، نجي ناخذ بعض الأشكال اللي مثلا هذه تعتبر ستاندرد المفروض تعرفها في موضوع البولر كوردينيتس. حقيقة هذا موضوع الأحداثيات القطبية يفترض أنه تكون ماخذة بالمرحلة الأولى. إذا صار عندنا مجال في هذا العام سنأخذ موضوع جديد اللي هو البولر كوردينيتس، يعني بشكل عام ناخذ موضوع يختص بالتطبيقات البولر كوردينيتس. عندنا مثلا بعض الدوال اللي هي على سبيل المثال سيركل وغيرها من الدوال. خلينا نجي نصغر هذا الشكل، هنا رسمت لكم اياهن. مثلا صراحة ارسم لكم مثلا شكل معين، خلينا نفرض بس هنا عندنا راح اخذ لكم شكل معين. اوكي، نفرض بس عندنا مثلا هاي المعادلة اللي هي اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي ار سكوير، اللي هي معادلة شنو؟ هذه معادلة دائرة. من نجي نريد نرسم معادلة دائرة، نفرض انه نريد نرسم معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل، اوكي، يعني اكس سكوير زائد واي سكوير تساوي ار سكوير، يعني شلون اكس سكوير زائد واي سكوير تساوي 1 تساوي 3 تساوي 4 أي رقم كان. فإذا أردنا حقيقة نرسم الدائرة، هذه دائرة تكون مركزها نقطة الأصل بهذا الشكل مثل ما تعرفون، ونصف قطرها يكون هو عبارة عن ار، فهذه هي معادلة الدائرة. طبعا هذه دائرة كاملة x سكوير زائد y سكوير تساوي r سكوير، نرجع نفس النقطة. يعني هنا من تاخذ اذا كانت الدائرة كاملة فانه ال r هو شعاع ينطلق من نقطة الاصل يدخل ب r يساوي صفر ويخرج ب r تساوي ايش قد قيمة ال r بالمعادلة، يعني x سكوير زائد y سكوير تساوي 4، فال r هنا يساوي 2 حسب معادلة الدائرة. x سكوير زائد y سكوير تساوي 1 يعني معناه r سكوير تساوي 1 وبالتالي r تساوي 1، x سكوير زائد y سكوير تساوي 9 معناها ال r تساوي 3 وهكذا. هذا الشعاع طبعا نذكره انه هو دائما شعاع ينطلق من نقطة الأصل حول أي نقطة من الجسم، يعني هنا ينطلق نقطة الأصل لو ناخذه في أي نقطة هو نفس المعنى، معناها هذا الشعاع ده ينطلق مثل ما تلاحظون من نقطة الأصل ويدخل أو يخرج، يبدي يدخل الجسم في r يساوي صفر ويخرج في الخط اللي هو معادلة نهاية الجسم. طبعا مثل ما تشوفون هنا عندنا يعني نقدر نهمش الشكل اللي موجود، يعني هاي معادلة الشكل كاملا. زين، الثيتا هنا راح تكون هي الزاوية من بداية الشكل، من خلينا نقول من يعني the smallest angle من from the right، أصغر زاوية هي ثيتا تساوي صفر. إذا كانت دائرة كاملة فراح ناخذ الثيتا من هذه الزاوية ننطلق ونفتر عكس عقرب الساعة وننتهي إلى آخر نقطة في الجسم، يعني نبدأ بنقطة ونتحرك عكس عقرب الساعة وننتهي بالنقطة النهائية اللي هي لو لاحظ هي صارت دورة كاملة، فبالتالي ثيتا ما بين الصفر والتو باي. كثير من الطلاب راح يسألون أنه هذه إذا كانت دائرة كاملة هل الثيتا دائما بين الصفر والتو باي؟ لا، هنا ثيتا حسب الشكل، يعني إذا كانت دائرة كاملة راح تكون بين الصفر والتو باي، أما إذا كانت مثلا نصف دائرة او ربع دائرة راح تختلف حسب موقع هذه ربع الدائرة او نصف الدائرة او ثلاثة ارباع دائرة حسب الشكل اللي راح يظهر لنا بالدائرة. هذا بشكل عام الدائرة اللي مركزها نقطة الاصل. بعض الاسئلة تكون الدائرة مركزها لا يساوي نقطة الاصل، يعني اذا تحركت الاكس اك يعني شلون حركة الاكس او تحركت الواي فلا تكون مركز الدائرة نقطة الاصل، وفي هذه الحالة راح نجي نشوف الدوائر التالية اللي هي تخضع لهذا الشكل. خلينا نجي نشوف r تساوي a sin ثيتا، هذه بالحقيقة دائرة راح تكون شلون نجي نرسمها، يعني تقطع بالسؤال انه الدائرة هي r تساوي a sin ثيتا، من نجي نصور ال a هو ثابت sin ثيتا هي sin الزاوية، إذا مطينا علاقة ال r مع ثيتا مباشرة ما مطينا علاقة x و y. دائرة
هي ايضا دائرة اعتيادية، لكن مركزها شو يكون؟ مركزها نقطة تقع على محور الواي، اوكي؟ مركزها هي نقطة تقع على محور الواي، والدائرة متناظرة حول محور الواي. وبهذه الحالة راح نلاحظ انه هاي الدائرة، انه كيفية رسمها سنجي اوضح لكم اياها. الدائرة تكون اذا جتك ار تساوي اي ساين ثيتا، هي دائرة طبعا هو حول محور الواي الموجب، هي دائرة تقع مركزها يعني اكس واي، مركزها كنقطة هنا، مركز هذه مركز الدائرة كنقطة، نعوضها الاكس مالتها تكون صفر، وواي هي قيمة، واي هي قيمة الاي هنا يعني اعتبرها. اوكي شباب، كيفية رسمها هذه الدائرة؟ طبعا عكسها اللي هي ار تساوي سالب اي ساين ثيتا، راح تكون متناظرة حول محور الواي، ايضا مركزها محور الواي، لكن وين تكون؟ ما بين الربع الثالث والرابع، وبالتالي تنطبق بين على الربع على المحور الواي السالب. اذا اردنا نعرف انه كيف نرسم يعني هذه الدائرة، يعني الطالب مثلا يقول انا ما اقدر احفظها، او من اين جاء هذا الرسم؟ نجي ناخذ العلاقة، طبعا هذا موضوع البولر، نجي ناخذ العلاقة ما بين الار والثيتا، يعني نفرض بس هنا نجي نعوض نقاط، كنقول يعني هنا مثلا لما الثيتا تساوي صفر، ايش قد قيمة الار؟ ساين الصفر هو صفر، فصفر في اي صفر، اذا عندما كانت ار، شوف عندما كانت ثيتا صفر، ايش قد قيمة الار هنا؟ نقطة، هي نقطة تقع هنا ماكو لها، وبالتالي انا ما عندي شعاع ارسمه، يعني ماكو شعاع موجود هنا. اوكي، اذا كانت مثلا ثيتا 3، خلينا ناخذ ثيتا 30، كل ما نزيد ثيتا راح يكون هنا الساين ثيتا له مقدار، مثلا ساين ال 30 هو ايش قد؟ نصف، فبالتالي هنا نصف في اي هو نصف اي، اذا راح تكون، خلينا نقول الاي هي عباره عن واحد، فراح تكون قيمه مثلا نصف، فالار يساوي نصف، اذا ار هو شعاع قياسه نصف، ونرسمه بزاويه ايش قد؟ 30، اذا احنا رسمت ساين بزاويه 30، هاي هي النقطه هنا راح تكون. هسه لو عندي مثلا تعويض نقطه، خلينا نقول كان وضحت عندكم الصورة أكثر. أوكي، خلينا ناخذ مثلا في خط آخر أو نقطة نعتبرها مثلا هنا، هاي نقطة هنا مثلا، هسه هنا اكو نقطة، ما تظهر لي نقطة، أوكي ماكو مشكلة. هسه إذا كانت الزاوية 45 راح تطلع R تساوي، هاي هسه زاوية 45، R تساوي 1 على جذر 2، عفوا ساين الثيتا، ساين ال 45 هي 1 على جذر 2، فواحد على جذر 2 من الأي، اي أيوة، وبالتالي 0.717، بينما هنا هاي النقطة 0.5 الار، هنا 0.717. مثلا ار تساوي، اذا كان الثيتا نزود الثيتا، اذا كان الثيتا 60 راح نلاحظ انه قيمة الار راح تكون جذر 3 على 2 من الاي، وبالتالي الاي مقدار ثابت مثل ما قلت لكم، وبالتالي هي مقدار اكبر من يعني هنا جذر 3 على 2 اللي راح يكون قيمته تقريبا 0.9 something. اخر شيء لما ثيتا عندي باي على 2 90، ساين ال 90 هو 1، فبالتالي 1 في اي هو 1، دائما احنا نعرف الساين اكبر قيمه له 1 واصغر قيمه له سالب 1، فبالتالي راح يكون في اقصى نقطه من ار من هذا الشعاع اذا كانت الثيتا تساوي باي على 2. لاحظ من هاي الاشعه شو استفاد؟ عندي نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، هذني نقاط، تصور هنا في هذه نقطه التقاطع اكو نقاط بين الاشعه، نقطة اللي هي R قياس ال R والزاوية 30، قياس ال R والزاوية 45، قياس ال R والزاوية 60، طبعا هذا ما مطلوب بس انت اذا عجبك تفتهمها شلون صارت. هنا أنا قياس ال R اللي هو A او 1 او اي شيء حسب قيمة ال A، والزاوية باي على 2، بعدها من نزيد الزاوية مثلا 120 تبدي قيمة تتناقص، يعني ال 120 هي مناظرة لل 60 مثلا، وهكذا الان نوصل الى ثيتا هي باي، فيكون ساين الباي ايضا صفر، وبالتالي يعني هنا راح تصير النقطة ايضا ترجع للصفر بعدها. ايصال هذه النقاط، هاي النقطة مع هذه النقطة، راح يكون لي هذا شكل الدائرة. اعتقد صارت الصورة واضحة بالنسبة لكم حول هذه الفكرة شلون رسمناها. نفس المبدأ، نريد نرسم ار تساوي اي كوساين ثيتا، يعني هاي حفظناها بعد، انه اذا جاك سؤال بي ار تساوي اي ساين ثيتا، انت لازم تعرف انه هذه عندي دائرة مركزها شنو؟ مركزها على محور الواي، تنطبق على محور الواي. بنفس المبدأ راح نشوف انه عندنا اذا ار تساوي اي كوساين ثيتا، اذا جتنا هذه الدائرة فهذه هي او هذه المعادلة، اذا جتنا مثلا موجودة معادلة تتضمن لنا الشكل التالي، فهي معادلة دائرة ار تساوي اي كوساين ثيتا، هي معادلة دائرة مركزها نقطة تقع على محور الاكس ومتناظرة حول محور الاكس الموجب، يعني بين الربع الاول والرابع.
كيفية رسمها مثل ما علمتكم قبل شوية، قلت لكم انه ممكن تاخذ شعاع. شلون رسمناها؟ شلون ترسم ار تساوي اي كوساين ثيتا؟ انت ما تحتاج يعني تحفظ كيف تم رسمها، انت عليك تحفظها انه شلون رسمت. بس انا علمتك ار تساوي اي ساين، الاي هو قلنا يعني معامل، اوكي الاي معامل ثابت، رقم ثابت يمثل لي القطر بالمناسبة، الاي هو القطر، والكوساين ثيتا تعرفون او ساين ثيتا حسب شيء. هسه هنا هذه ار تساوي اي ساين وهذه ار تساوي اي كوساين، نفس المبدأ نرسم اشعه. اذا ردتوا تفتهمون شلون صارت، مثلا لما ثيتا صفر فكوساين الصفر واحد، فار تساوي اي، اذا ار باكبر قيمه لها لانه اكبر قيمه للكوساين هي واحد. اذا نرسم شعاع، هذا الشعاع راح ينطلق بهذا الشكل بزاويه صفر، ومقطوله طوله راح يكون ايش قد طوله؟ راح يكون واحد. لما ثيتا 30 راح يصير كوساين 30 هو جذر 3 على 2، وبالتالي جذر 3 على 2 في اي، راح نرسم ار اللي هي طولها جذر 3 على 2 من الاي وبزاويه 30. لما ثيتا 45 1 على جذر 2 راح تكون، اللي هو بالضبط بالشكل التالي، راح تكون 1 على جذر 2، هذه راح تكون 45 هنا نقطه اللي هو 1 على جذر 2 من الاي. لما ثيتا 60 راح تكون نصف كوساين 60 اللي هي راح تكون نصف النصف، يعني قيمتها نصف، فنصف من الاي، وبالتالي هذا حسب قيمه الاي. اخر شيء لما ثيتا باي على 2 كوساين باي على 2 صفر، وبالتالي هاي النقطه راح تكون هنا صفر. نوصل ما بين هاي النقاط راح يطلع لنا كيرف. انا اعطيكم زوايا ونستمر الى انه ايضا بعد الباي على 2 الى ان نوصل للباي، فراح تكون الدائره بالشكل التالي. طبعا هذه الاشكال يعني راح توضح لنا انه هسه عندنا مثل ما تشوفون، اذا كان عندي معادله دائره ار تساوي اي ساين ثيتا، فهي دائره مركزها نقطه تقع على محور الواي ومتناظره حول محور الواي الموجب. اما سالب اي ساين فايضا على محور الواي ولكن متناظره حول محور الواي السالب. واذا كانت ار تساوي اي كوساين فتكون دائره مركزها نقطه على محور الاكس ومتناظره حول محور الاكس. واذا كانت ار تساوي سالب اي كوساين تكون دائره متناظره حول مركزها نقطة تقع على محور الاكس السالب ومتناظرة حول محور الاكس السالب. شباب هاي بالنسبة للدائرة. طبعا تقدر تقول ايضا اذا اجتني باحداثيات الكارتيزيان كوردينيت شنو اسوي بهاي الحالة؟ يعني تجيك مرات سؤال، انا بدي اوضح لك شلون. اذا اجتك بالشكل التالي، طبعا مو كل دائرة تكون مركزها نقطة الاصل. احنا نعرف اكس سكوير زائد واي سكوير تساوي ار سكوير، هذه دائره مركزها نقطه الاصل، مركزها نقطه الاصل. اذا ما كان اكو ويا الاكس فشيء اخر، لكن اكس ناقصا اكس نوت الكل سكوير زائد واي ناقصا واي نوت، يعني اكس نوت واي نوت قيم معلومه، الكل سكوير تساوي ار سكوير، لا هذه دائره مركزها ليست نقطه الاصل. هسه اريد اوضح لك اذا الدائره جتك معادله كارتيزيان كوردينيت، يعني معادله بدايه الاكس والواي، وتريد تحولها الى دائره كوساين او ار تساوي ساين، شلون تعرف هاي مو الار تساوي كوساين لو ساين؟ من خلال مركز الدائره. لاحظ هسه هنا مثلا هذه الدائره اكس سكوير زائد واي ناقص واحد الكل سكوير تساوي ار سكوير، ولتكن ار سكوير تساوي واحد. يعني هنا دائره، لاحظ هنا اكس ناقصا صفر الكل سكوير، يعني انه قيمه الاكس نوت صفر وقيمه الواي نوت واحد. فاذا صفر واحد هي مركز الدائره، من نسقطها صفر واحد هي نقطه هنا ونرسم دائره نصف قطرها ايش قد؟ واحد. لاحظ هي هذه نفسها ار تساوي، هذه بالحقيقه نفسها ار تساوي اي ساين، نفس هذه الدائره بالضبط، نفس هذه الدائره اذا نجي نشوفها اوكي. لكن شنو شلون تعرفها انت نفسها لولا؟ فش تسوي؟ تفتح الاقواس، يعني اكس تربيع زائد نفتح التربيع اللي هو مربع الاول، اثنين في الاول في الثاني نفس الاشاره، مربع الثاني يعني احس الاشاره موجبه يساوي واحد، الواحد ينتقل للطرف الثاني راح يصير واحد ناقص واحد صفر، تبقى اكس سكوير زائد واي سكوير تساوي ناقص اثنين واي. هسه نحول للبولر، كل اكس سكوير زائد واي سكوير تساوي ار سكوير، وكل اكس وكل واي هي اثنين، عفوا وكل واي تساوي ار ساين ثيتا. فبالتالي بالتعويض راح نعوض بذات البولر، راح يصير عندي هذا المقدار، نختصر الار من عندهن، يبقى ار يساوي 2 ساين ثيتا، اذا هي بالمقارنه مع اي ساين ثيتا هي نفس الدائره. نفس المبدا طبعا راح يكون اذا شنو؟ اذا اخذنا ار تساوي اكس ناقص 1 الكل سكوير
زائد واي سكوير تساوي واحد. هذه دائرة مركزها النقطة واحد صفر، لاحظوا ان نصف قطرها هنا واحد صفر، نصف قطرها ايش قد مطيني؟ واحد. اذا هذه الدائرة ترسم بالشكل التالي. هسه ما راسمها شكلها شوية مجعمر، مو دائرة، ما يخالف اعذرونا، بس هذا الشيء اللي صار. الفكرة انه هذه لمن اشبهها؟ شلون اعرف هذه بالبولر؟ فلازم تعرف انه هي حس اذا 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 اتبعت هذه الخطوات راح تطلع لك ار تساوي اي كوساين ثيتا. شكرا لكم، نلتقيكم بالفيديو القادم.